السلام عليكم. كنت قاعد مع صاحبي الأمريكي الحاج أبو براين فبيسألني بيقول لي امبارح شفت محاكمة مايكل كوين اللي بيكون محامي الرئيس الأمريكي، كان محامي الرئيس الأمريكي لمدة 10 سنوات، فهو هسه تحت محاكمة يعني تقريبا، والكونغرس بيسألوه أسئلة لأنه متهم في عدة اتهامات وكذب على الكونغرس وشهادات زور و وعمل شغلات غير قانونية للرئيس ومع الرئيس وهسه ضد الرئيس. طبعا كونه رئيس البلد وهذا المحامي تبعه هو يعني قال لي عادي عندكم هناك بسوي نفس الشيء، ممكن يقطعوا راسه كمان. قلت له مجنون انت يعني هذا صحيح هسه هو ضد الرئيس، ولكن مش بس انه كونه محامي الرئيس، هون بتحاكموه وهي اصدروا عليه حكم 3 سنوات وراح ينزلوا الحكم شوي لانه متعاون مع لهم، ولكن لازم يروح السجن. عندنا بيكون الواحد ابن اخت عديل جار سائق ابن اخته لزوج امه لطباخ تبع الرئيس بيكون واصل، بقول لك ما حدا بيصيبه اصلا. انا بعرف حدا يا زلم، انسى الرئيس، واحد بيعرف حدا بمخفر شرطه بقول له فيش قانون بيمشي على حدا غير على الغلابة يعني، بس بتعرف حدا خلاص مشي أمرك، أنا ابن فلان وأنا جماعة فلان يعني مش بس عندنا في الأردن وفلسطين، كل الدول العربية هيك، كل الدول العربية هيك، هذا بيعرف هذا، هذا بيعرف واسطة تمشي الأمور. قال لي كيف يعني واسطة؟ هات أفهم واحد كيف واسطة، بدردح له واسطة، شو بدي أقول له واسطة يعني عمي؟ فيش لها ترجمة بالإنجليزي كلمة واسطة، ولكن شرحت له شو هي الواسطة. الزلمة صفن هيك قال لي ريلي، شوف حيرته بقول لي ريلي، قلت له والله ريلي يا ابو رابرت، قال هذا لا ابو براين، ابو رابرت هذاك جاري، الله يشر البليت وما يضحك. محامي الرئيس هي راح ينسجن ولا فارقه معهم. في ناس بتعرف ناس في نوع ما من الواسطات هنا، ولكن بتضلك وراه لحد ما تحاكمه والقانون راح يمشي عليه. يا ريت لو عندنا هيك يصير في بلادنا العربية، والله كنا بخير، كنا بألف خير. هسا أسكت ولا بلاش؟ هسا بلاش أنا أروح نسجن هسا، أنو بدي يسجني؟ ترامب؟ أنا أخت ترامب ولا بلا حد يسجني؟ السلام عليكم.